إن البلاء طهارة وزكاء، ولكل داء في الحياة دواء، فاسأل طبيبك ما الدواء من علته، والقلب يملأه رضا وجاء، واجأر لربك بالدعاء فعنده. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين والمشاهدات، هذا عبدالله القرني يتحدث إليكم في حلقة متجددة من حلقات برنامجكم الأسبوعي برنامج عيادة زاد، والذي يأتيكم كل يوم سبت في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، والذي من خلاله نتناول عدة مواضيع طبية مع عدد من الأطباء والمختصين. موضوعنا في هذه الحلقة عن ضعف التروية الدموية للأطراف أو للقدمين، الأسباب والعلاج. نتعرف على البطاقة التعريفية لضيف الحلقة ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. البطاقة التعريفية بضيفنا في هذه الحلقة هو الدكتور حسين باريان، استشاري جراحات الأوعية الدموية والقسطرة التداخلية، حاصل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة الملك عبد العزيز بجدة عام 1999، زمالة جراحة الحوادث من عام 2008 وحتى عام 2009، زمالة الرعاية الحرجة من عام 2009 إلى عام 2011، الزمالة في جراحات الأوعية الدموية منذ عام 2011 وحتى عام 2013، حيث تنقل الدكتور حسين في العديد من المستشفيات، ومؤخرا التحق بمستشفى الدكتور خالد إدريس بجدة، كما أن للدكتور حسين العديد من المساهمات المجتمعية في توعية المرضى. عودة من جديد أعزائنا المشاهدين، حياكم الله دكتور حسين. الله يحييك. احنا سعيدين دكتور اليوم بحضورك معنا وتشرفنا في عدد زاد. الله يسلمك ويبارك فيك، أنا أسعد والله. دكتور، احنا اليوم نبغى نتكلم إن شاء الله عن موضوع في غاية الأهمية، يهم ناس كثير ويهم مرضى السكري، ألا وهو ضعف التروية الدموية للأقدام للأطراف وتحديدا القدمين. نبغى نعرف بداية دكتور الأسباب والعلاج، ونتنقل في محاور الحلقة المختلفة إن شاء الله تعالى. كسؤال لدكتور مفتاحي للحلقة، إيش هي دكتور أمراض ضعف التروية الدموية للقدمين؟ طيب، وأنا طبعا جبت شوية سلايدات معايا، وأول سلايد كده حطيته أو أول صورة هو عبارة عن دراسة نشرت قبل كم سنة، مفادها أو ملخصها أنه كل 20 ثانية على مستوى العالم تبتر قدم بسبب مرض السكري. كل 20 ثانية. كل 20 ثانية. كل 20 ثانية. بس ما نبغى نفجع الناس، بس نبغى نقول لهم لأي درجة السكر ممكن يأثر على الأطراف بصفة عامة. لو جينا لمشاكل التروية في الأقدام، هي عبارة عن اختلال في التوازن ما بين تروية الدم للأطراف وما بين احتياج الأنسجة. الأنسجة بصفة عامة تحتاج الدم لأنه فيه الأكسجين وفيه المواد المغذية للأنسجة. الدم بيوصل عن طريق الشرايين، فإذا الدم واصل أو احتياج الأنسجة بيقابله دعم مناسب من الدم عن طريق الشرايين، ما هيكون في مشكلة. أول ما يحصل اختلال في التوازن ده، هو عادة اختلال بالماينس بالنيجاتيف، يبدأ الجسم يعاني. يعني الاحتياج يزيد والاحتياج يزيد والدعم والعرض يقل. طبعا في عوامل كثيرة تحدد الشيء ده. أنا دائما أحب أشبهها للمرضى بالسيارة والبنزين. السيارة وهي ماشي، السيارة وهي واقفة شغالة بتحتاج بنزين، بس بتحتاج بنزين قليل. أول ما تبدأ تمشي احتياج البنزين يزيد. أكبر مثال، الإنسان اللي ما بيتحرك وقاعد في محله، العضلات والأنسجة ما بتحتاج بنزين كثير، وما بتحتاج عفوا دم كثير، فما يحصل أعراض. أول ما تبدأ مشاكل، سواء المشاكل دي هي حركة أو لا قدر الله جروح أو لا قدر الله غرغرينا، ذاك الوقت احتياج الأنسجة للدم يزيد. فذاك الوقت إحنا لازم نحاول نساعد المريض إنه نوصل نساعد في إعادة التروية للقدم ومساعدة دعم القدم بالدم. جميل. بصفة عامة الأقدام فيها نوعين من الأوعية الدموية، زي ما هو باين في الصورة. الأحمر هو الشرايين، هي من وظيفتها نقل الدم من القلب باتجاه القدم. الأوردة العكس،
تاخذ الدم اللي الأنسجة خلاص سحبت منه الأكسجين والمواد الغذائية وترجع ترجعه مرة تانية باتجاه القلب. فبصفة عامة لما نجي نتكلم على نقص التروية احنا نتكلم على مشاكل الشرايين. جميل. طيب دكتور ايش هي اسباب نقص التروية الدموية للأطراف للأقدام يعني؟ الأسباب احنا نقدر بصفة عامة نقسمها لنوعين. نقص تروي حاد يعني شيء حصل فجأة وفي نقص تروي مزمن. أغلب المرضى اللي بيحنا بنشوفهم بالذات اللي عندهم مشاكل في السكري هم المرضى اللي من النوع المزمن. بحيث أنه يبدأ حبة حبة على مدى شهور وسنوات يبدأ حبة حبة الشريان يصير تضيق مثلا هذا هنا الصورة هذه تبين مع تقدم الوقت يبدأ تكون تصلبات في الشرايين. تصلبات دي عبارة عن إيش؟ هي عبارة عن خلطة كده الجسم عاملها على الكالسيوم مع شوية دهون وأحيانا شوية صفيحات دموية تتجمع وتبدأ تضيق الوعاء الدموي تضيق الشريان زي ما هو باين. أحيانا توصل لدرجة الانسداد. طبعا مرضى كثير بيجي يقول طب إذا الشريان مسدود في الأشعة مثلا ولا بالفحص كيف الدم بيوصل؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا آلية نقدر نساعد بها القدم أو العضو إذا بدأ الدم أو عفوا بدأ الشريان يضيق. الآلية هذه اللي هي نسميها الكولاترالز أو الأوعية الجانبية أو الشرايين الصغيرة الجانبية. هي عبارة عن كباري ربنا خلقها في الإنسان الطبيعي ما نشوفها ولا نحسها. أول ما يبدأ الإنسان يبدأ يتربى جوة الشريان تضيقات مزمنة ومع الوقت سبحان الله ربنا ينفخ فيها وتبدأ تكبر وتبدأ تنقل لنا الدم تعوض الفقد ايوه تصير كبري كده الدم يجي يلاقي الدنيا مسدوده يخش الشرايين الصغيره دي شوارع فرعيه ايوه زي التحويله. جميل. فبتوصل لاتجاه القدم وهي دي اللي بنعتمد عليها وبنعول عليها في احيان كثيره في العلاج. طيب دكتور خليني برجع معك شويه الموضوع اللي هو الترسبات هذه اللي هو تصلب الشرايين. نعم. هذه دكتور كم تحتاج لها سنوات حتى تتراكم؟ يعني مثلا مريض السكر اليوم شخص مثلا ب النوع الثاني من السكري هل تجي فجأة مباشرة ولا مع الفترة الطويلة؟ شيء ثاني دكتور هل تجي مع السكر المنتظم ولا السكر الغير منتظم؟ هي بصفة عامة تأخذ لها فترة فترات طويلة لكن في حاجات تسرعها وفي حاجات تبطئها. عشان كده لما حنبدأ بعد شوي نتكلم على أمراض التصلبات الشرايين المزمنة في الناس اللي ما عندهم أعراض بتحصل إنه ما عنده أعراض المريض لكن سوى فحص أشعة ولا شيء ولقى عنده مشاكل. كيف نوقف تقدم المرض وكيف نوقف إنه الإنسان ده ينتقل من مرحلة ما عنده أعراض إلى عنده أعراض؟ فإحنا زي ما حنتكلم بعد شوية عن أسبابها هي أربع أسباب رئيسية. السكر، ارتفاع ضغط الدم، طبعا مرض السكر يقصد ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الدهون الضارة والتدخين. فإذا تجمعوا الأربعة دولة طبعا تسارع تكون التضيقات والتصلبات حتكون جميل أكبر. طيب خلينا نعيدها دكتور بس تكرار للسؤال ما هي أسباب دكتور تصلب الشرايين عند المرضى؟ عند المرضى هي أربع أسباب رئيسية وفي أسباب غير رئيسية نقدر نقول أو ثانوية. الأربع أسباب الرئيسية زي ما قلنا مرض السكري ارتفاع ضغط الدم ارتفاع الدهون الضارة في الجسم والتدخين وفي أسباب ثانوية تانية زي تقدم العمر زي الجنس الرجل أكثر من المرأة زي الوراثة وفي جانب وراثي الحركة وقلة الرياضة البدانة نوعية الأكل فهذه كلها حاجات جانبية لكن الأربع الرئيسية اللي الواحد لو بدأ يتحكم فيها تسارع المرض ويمكن حتى يوقف مرحلة معينة وما يتطور يعتمد على كيف تحكمنا في الأربع الرئيسية هذه. فلو مثلا إنسان عنده سكري نقول له نبغى السكر التراكمي أقل من 7 لو هو عنده ارتفاع في ضغط الدم من الحال نبغى السكر الضغط العالي أقل من 120 لو عنده مشاكل في الدهون نبغى نسوي الدهون الضارة نبغى مستواها أقل من نسبة معينة لو أنت بتدخن وقف الدخان سوي الحاجات دي كلها بالإضافة للرياضة تسارع المرض هيقل ممكن حتى يوقف. في الناحية الثانية لو ما انتبه لنفسه لا هيتسارع المرض ويبدأ يكون منتشر بصفة أوسع وأسرع.
طيب خليني اطرح لك دكتور سؤال اخر. تفضل دكتور انه ضعف التروية الدموية قد يعني تكون من اعراضه او يجي بشكل حاد وبشكل مزمن. نعم. الشكل المزمن دكتور ايش الاعراض اللي ممكن تظهر على المريض في ضعف التروية الدموية المزمن؟ طيب ضعف التروية الدموية المزمن هذه زي ما قلنا الاسباب. ضعف التروية المزمن زي ما قلنا اول حاجة ممكن يكون بدون اعراض. مريض مثلا عنده انتفاخ في رجله. أيوه. وجاء الدكتور طلب له اشعه صوتيه، الاستشاري حق الاشعه او تقني الاشعه قال ترى والله في شريان مقفل او شريان ضيق تضيقات شديده. أيوه. وهذا الشيء مره شائع. أيوه. انا دائما اقول للمرضى حقوني يعني ممكن انا عندي جهاز اشعه صوتيه متنقل. أيوه. اقول لهم لو نزلت الشارع ومسكت 10 انفار عمرهم فوق 60 سنه وعندهم سكر ووقفتهم كده وما بيشتكوا من حاجة. أيوة. ووقفتهم قلت لهم ترى عندك أشعة صوتية أنا متأكد 2 أو 3 منهم حلاقي شرايين ضيقة وشرايين مقفلة. لكن دول عايشين ومتعايشين. أيوة. ما عندهم أعراض هل لأنهم مثلا بيسووا الرياضة ومتحكمين في سكر ومتحكمين في الضغط أو لأنه الكباري الصغيرة اللي ربي خلقها هذه مرة قوية بحيث أنه الجسم مو محتاج الشريان أو الماسورة الرئيسية هذه اللي تقفلت أو ضاقت. جميل. طيب دكتور الأعراض إيش هي دكتور؟ الأعراض نبدأ بعدين نقسم المرضى، الناس اللي عندهم أعراض نقسمهم على جزئين. أعراض متوسطة. أيوة. وهي ما نسميه العرج المتقطع ودحين هنتكلم عنه. أيوة. وفي القدم الحرجة. القدم الحرجة. الحرجة. القدم الحرجة دي هي اللي نقول للمريض لا لازم نتصرف ونتصرف بسرعة لأنه إحنا بدينا نتنقل لمرحلة خطيرة ممكن لا قدر الله بعدها يكون الشر برا وبعيد الشيء اللي ما حد يحب يسمعه اللي هو البتر. الـ 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 العرج المتقطع هو عبارة عن احتياج العضلات للدم والإنسان قاعد بسيطة. أول ما يبدأ يمشي زي السيارة ما تبدأ يمشي تقوم الاحتياج يزيد أو البنزين أكثر فيبدأ عضلات تصيح لأنه كمية الدم والأكسجين اللي جاي عن طريق الدم قليلة فيبدأ الإنسان يحس بألم فيضطر يوقف عفوا يقعد ويرتاح لين ما يخف الألم. طبعا المسافة هذه تعتمد من مريض لمريض على حسب تضيق الشرايين ونوع وفين مكان تضيق الشرايين. في ناس ما يقدروا يمشوا إلا من هنا مثلا نهاية الطرقة 10-15 متر. أيوة. في ناس لا يقدر يمشي 300-400 متر وبعدين يبدأ تجيله الأعراض. جميل. فهذا احنا نسميها مسافة العرج أو claudication distance. هذه برضو تفيدنا في اختيار طريقة العلاج في المستقبل. جميل. هذا بالنسبة للأعراض المتوسطة. دكتور بس هنا في عندي أنا ممكن مداخلة بسيطة. بالنسبة دكتور للعرج اللي هو العرج المتقطع. نعم. مثال دكتور ممكن يعني هذا مثال كذا يعني للعرض هذا إنه مثلا عم صالح كان يروح المسجد ومسافة البيت من البيت للمسجد 100 متر مثلا. فصار هو كل 20 متر يتعب ويوقف ما عاد يقدر يمشي. نعم. يجلس. نعم. دقيقة أو دقيقتين ثم يرجع يمشي مرة ثانية. نعم. نعم. فهذا دكتور. هذا هو العرج المتقطع. أي. وزي ما قلنا هذا برضو لسه إحنا ما وصلنا لمرحلة القدم الحرجة. أيوه. عشان نفرق لأنه في ألم في مرحلة القدم الحرجة. مرحلة القدم الحرجة لما يكون الألم مستمر. 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 ما يخف مع. ما حيخف وحتى الإنسان ما يقدر ينام. يعني العضلات وصلت لمرحلة حتى وهي واقفة. أيوة. كمية الدم اللي نازلت لها قليلة. فهذه وصلنا لمرحلة الحرجة. إحنا من عند العرج المتقطع وفوق اللي هو ما في أعراض. أيوة. ممكن تماما نوقف تطور المرض وبالعكس ممكن حتى بالأدوية وبالرياضة ممكن ترجع الأعراض تبدأ تختفي كمان. وتخف كثير يعني اللي كان يمشي 20-30 متر دحين يبدأ يمشي كيلو وبعدين يبدأ تجيله الأعراض العرج المتقطع. وهذا الحقيقة شيء للأسف مراكز صحية كثيرة تتجاهله أو تجهله أنه أي مريض يبقى عنده مشاكل في الأوعية الدموية يلا تعال نعمل لك عملية أو نعمل لك قسطرة. لا يا جماعة الخير نجمل في ونحاول قد ما نقدر نكون متحفظين لأنه أغلب مرضانا ترى لو تجي تلاحظ من الصغير فيهم فوق 50 سنة. أيوة. أغلبهم 60-70 فما فوق. فدول أنت ما تحاول قد ما تقدر إنك تأخذ معهم العلاج حبة حبة طول ما إنه لسه ما وصلنا مرحلة القدم الحرجة. إذا وصلنا مرحلة القدم الحرجة خلاص لا ما فيها كلام لازم تكون شوية
أجريسيف وشوية قوي في قراراتك عشان تحاول تنقذ القدم ما توصلها لا قدر الله للبتر. جميل دكتور، بالنسبة دكتور للحاد اللي هو ضعف الترية الدموية الحادة، الحاد أيوة، إيش أعراض هذه دكتور؟ هذه أعراضها مختلفة، أعراضها لأنه زي ما قلنا هذه حاد. حاد معناها أنه الشريان كان مفتوح، ممكن فيه تضيقات بسيطة، فجأة انقفل. غالبا يكون القفل تكون جاية خثرة من فوق، أيوة. غالبا من القلب، الناس اللي عندهم ارتجاف أذيني ممكن تتكون جوة القلب خثرات صغيرة، أيوة. الخثرات دي ممكن تطلع فوق تسبب لنا جلطة في الدماغ، ممكن تنزل تحت تسبب لنا جلطة في القدم، أيوة. فالإنسان يكون قاعد فجأة كده يقول لك رجلي بدأت توجعني، ألم شديد جدا، تغير في لونها، أحيانا توصل إنه ما في إحساس، بعد شوية ما حتى ما يقدر يحركها، وهذه خطيرة جدا، ما عندك وقت، أنت عندك تقريبا من 6 إلى 24 ساعة تلحق فيها القدم، فيها تلحق وفيها ما تلحق. سبحان الله في الصغار مردودها أسوأ، أو التوقعات فيها أسوأ من الكبار. ليه؟ لأنه في الكبار أصلا عندهم تكون عندهم شوية ضيقات بسيطة، فالكولاترز أو الكباري هذه تكون شوية بدأت تكبر مع الوقت، أيوة. فتعبي الرجل وتديك وقت تحاول تلحق القدم، لكن في صغار السن لا، ما عندك وقت، 6 ساعات إذا ما لحقت العضو خلاص يبدأ العضو يموت. فإحنا ما حنتكلم كثير عن هذا، أنه مو هذا اللي دائما إحنا نشوفه، أيوة. اللي نشوفه دائما في عيادات القدم السكري التصلب الشرايين الطرفي المزمن اللي أسبابه الأربعة الرئيسية اللي قلنا عنها قبل شوية. طيب دكتور، تفضل دكتور، أنه تصلب الشرايين المزمن الطرفي له أربعة أسباب رئيسية، نعم، اللي هي السكري، الضغط، والتدخين، والدهون. الدهون، نعم. طيب دكتور، من الأربع الأسباب هذه أيهما أكثر سبب شيوعا وأكثر سبب يؤدي إلى يعني أكثر سبب دكتور تشوفه في العيادة أكثر؟ طبعا السكري، السكري أكثر، السكري والضغط بصفة عامة. في آخر إحصائية إذا ما خانتني الذاكرة في المملكة العربية السعودية، أي مريض عمره فوق 50 سنة عنده 50% فرصة أنه يكون عنده سكري فوق 50 سنة. يعني أي واحد فوق 50 سنة لو جبت 100 واحد هتلاقي 50 منهم عندهم سكري و50% ما عندهم سكري، فالنسبة مرة عالية. ومشاكل السكري مو بس على الأطراف، مشاكل السكري على الأطراف، على القلب، على الكلى، على العيون. فمرضى السكري الله يعينهم يوالهم ينتبهوا لنفسهم ويحافظوا على قد ما يقدروا على المتابعة المستمرة مع الأطباء حقون السكري، وفي نفس الوقت متابعة السكر التراكمي، لأنه هو ده من أهم المعايير اللي تقول لنا مش مين المريض اللي ممكن يحصل له مشاكل في المستقبل. جميل. طيب دكتور، الآن لو جاك دكتور في العيادة مريض أو في الطوارئ مريض بمشكلة في ضعف الترويه الدمويه الطرفيه، كيف دكتور يتم تشخيص المريض؟ طيب احنا نسينا نتكلم عن القدم الحرجه. طيب مو مشكله، القدم الحرجه اللي هي زي ما قلنا هي نبدا احنا نقول القدم الحرجه، ايوه، واحده من 3 أعراض تطلع للمريض، يا اما الم مستمر يصحي المريض من النوم، يا اما الغرغرينه وحنتكلم عليها، أيوه. يا اما الجروح المزمنه. هذه الثلاثه اذا صاحبها وجود نقص تروية في القدم، هذه نسميها القدم الحرجة. الحرجة. طيب دكتور نعيدها كذا على السريع، القدم ما هي القدم الحرجة؟ القدم الحرجة زي ما قلنا وجود نقص تروية سواء بالأشعة أو بالفحص، وأضف عليها ألم مستمر، مو ألم متقطع مع المشي، ألم مستمر، غرغرينا اللي هو اللون الأسود، أو جروح ما تبرأ بعد 6 أسابيع. يعني جاني المريض حق السكر انجرح اليوم، ما حاجي أقول إنه عندك قدم حرجة، لا، لازم أحاول أعالج الجرح سواء بالعلاج الموضعي إذا في التهاب أديله مضاد حيوي، أيوه. وأتابع الجرح. مرت 6 أسابيع والجرح ما في تقدم أو بيسوء، صرنا دخل في تعريف القدم السكري الحرجة. نعم. جميل. طيب دكتور، الآخرين ننتقل لطرق التشخيص اللي يستخدمها الطبيب الجراح المتخصص في الأوعية الدموية لتشخيص المريض اللي يعاني من ضعف تروية دموية طرفية. حق هطعك معليش مرة تانية، الغرغرينة هي زي ما قلنا، أيوة. موت الأنسجة. جميل. بس بالعربي موت الأنسجة. الأنسجة الميتة ممكن تكون جلد زي ما هو واضح في الصورة، هذا ممكن الواحد يتعالج، لأنه الجلد سبحان الله سطحي، سطحي وممكن ينمو واحد جديد، أيوة. وممكن لا يكون العضو كامل زي الأصبع. الغرغرينة نوعين، يا إما جافة، أيوة. اللي هي
ما هاجمتها البكتيريا او غرغرينا رطبه زي ما احنا شايفين اللي يكون معاها اعراض التهاب اللي هو الاحمرار والانتفاخ والمريض يكون عنده ارتفاع في درجه حرارته وغثيان واستفراغ وممكن لا قدر الله يبدا يحصل تسمم في الدم. فهذه هي انواع. ايهم اخطر دكتور، الغرغرينا الجافه ولا الرطبه؟ الرطبه ما فيها كلام. الرطبه احنا بدانا نتكلم انه البكتيريا بدأت تتكاثر في الجزء الميت اللي هو ممكن يكون صباع زي ما قلنا أو يكون قدم، وممكن تبدأ تخش في الدم وتسبب تسمم في الدم ولا قدر الله وفاة. أيوة، فهي قد تؤدي للوفاة. طبعا طبعا، عشان كده لازم يكون التصرف سريع. جميل. طيب خلينا دكتور الآن ننتقل إلى التشخيص. إيش هي طرق التشخيص دكتور؟ طرق التشخيص في ثلاثة طرق رئيسية. الطريقة الأشهر والأرخص والأفضل للمريض اللي هي عن طريق قياس الضغط. إحنا نقيس الضغط في الذراع ونقيس الضغط تحت في الكاحل، وفي لها نسبة ورقم معين. على حسب الرقم ده نقدر نقول إذا كان في نقص في التروية ولا لا. مشكلة الطريقة هذه إنه من أكبر عيوبها إنه مرضى تصلب الشرايين، الشرايين ما تنضغط مظبوط فتدينا قراءة خاطئة. أيوة. فممكن تكون ما هي صحيحة، ممكن حتى الطبيب نفسه يقول لا رجلك سليمة، لا هو رجله مرة تعبانة لكن الشريان ما بينضغط، الكف هذا والحزام ده اللي بيطلع الضغط بيضغط على الشريان ما بينضغط فبيدينا قراءة خاطئة عالية خاطئة. فهذا من أهم الأسباب. طبعا هذا الشيء ده مرة منتشر في مرضى السكري، عشان كده احنا ما نعتمد عليه كثير. برا لا، برا ما عندهم السكري منتشر زي ما هو عندنا، فالطريقة هذه مرة حلوة بالنسبة لهم لأنه السكري ما هو منتشر كثير عندهم، فبالتالي تصلب الشرايين أو تجمع الكالسيوم على الشرايين ما هو موجود زي ما هو موجود في مرضى السكري عندنا. اللي بعده طبعا الأشعة الصوتية أو الأشعة التلفزيونية أو السونار. أيوة. طريقة رخيصة ما فيها مشاكل للمريض، نسبة أو جودة الصورة فيها أو جودة التشخيص فيها طيبة، ما عدا في الشرايين الحوضية اللي حنتكلم عليها بعد شوي. أيوة. اللي هي فوق المفصل حق الحوض. لأنه ما بتشوفها مظبوط، الغازات اللي جوة القولون والأمعاء. أيوة. حتغطي على وصولك للشريان. إيه على ايوه، على انه الطبيب الاشعه او اخصائي الاشعه يشوف الشرايين اللي في الحوض او طبعا الشريان الاورطه. اللي بعدها الشريان الاشعه المقطعيه بالصبغه. أيوة. بنعطي المريض صبغه وبعدين بنبدا ناخذ اشعه صور متقطعه او اشعه. أيوة. مقطعيه ونبدا نشوف الشرايين. طبعا هذا من اكثر الاشعات دقه. مشكلته انه احنا بنعطي صبغه، وحنتكلم احنا عن الصبغه ومشاكلها في بعد شوي لما نجي نتكلم عن القسطره. لكن دقه المعلومات اللي بنلاقيها مره قويه ومره كبيره، فنحاول قد ما نقدر دائما ناخذ نسوي الاشعه المقطعيه بالصبغه اذا في امكانيه وما كان في مشاكل في الكلى زي ما حنتكلم بعد شوي. جميل. ايهم دكتور اكثر كلفه يعني مكلفه على المريض اكثر؟ الاشعه المقطعيه. مقطعيه مقطعيه في المستشفيات مثلا، طبعا الله يعز الحكومه، مستشفيات الحكومه بلاش كلها. صحيح. لكن المستشفيات الخاصه لا غاليه، وطبعا تتراوح حتى في المستشفيات الخاصه. انا شفت خلال عملي في المستشفيات الخاصه لقيت انه في تراوح في الاسعار. واللي اقل منها دكتور في التكلفه؟ أقل شيء طبعا اللي هو الضغط. أيوة. والمرحلة اللي بعدها الأشعة الصوتية، وآخر شيء الأشعة المقطعية. جميل. طيب دكتور بالنسبة دكتور للعلاج، يعني كيف يتم علاج دكتور المريض اللي عنده ضعف تروية دموية طرفية؟ أول شيء خلينا نبدأ دكتور بالحاد. طيب الحاد هذا زي ما قلنا ما حنتكلم فيه كثير، لأن الحاد حاجة طارئة، حاجة قفلت الشريان فجأة، فلازم تحاول تتحرك فجأة وتشيل اللي انقفل. عادة زي ما قلنا هي عبارة عن خثرة توقف يا إما في شرايين الحوض أو في شريان الفخذ، بنفتح فتحة صغيرة وأحيان ممكن بالقسطرة كمان، في أنواع من القساطر تعمل زي الشفط، أو بالجراحة نفتح فوق الشريان الفخذي مثلا وننزل تحت ببلونة بسيطة مقفلة أو ما هي منفوخة، بعدين ننفخ البلونة جوة الشريان ونسحب الجلطة على برا.
طبعا البروغنوزيس او التوقع بالنسبه للمريض يعتمد على متى جاك المريض. اذا جاك المريض في اول 6 ساعات التوقعات بالنسبه للشفاء وما يكون في مضاعفات جانبيه على الامد الطويل على الرجل تكون اقل. اذا جاك متاخر طبعا حتكون اكثر. فهذا بالنسبه للحاد. جميل. وهذا زي ما قلنا قليل اللي بنشوفه. جميل. طيب خلينا دكتور ننتقل الى علاج تصلب الشرايين. وخلينا دكتور نبدا بالقدم غير الحرجه. طيب القدم الغير حرجه احنا ايش قلنا؟ قلنا انه اهم الاسباب 4 حاجات. احنا دائما اقول للمريض انت في يدك لازم تساعدني في العلاج. ايوه. ودائما اقول للمريض اللي ما يبغى يساعد نفسه كيف يبغى الناس يساعدوه؟ عشان بس احث المريض انه ترى انت لازم تكون مشترك معي في العلاج. سكرك التراكمي لازم يكون اقل من 7. الضغط العالي لازم يكون اقل من 120. طبعا باخذ دواء ما في مشكله، ارجع لدكتورك طبيب العائله او طبيب الباطنه اللي بيعالجك ويرفع لك الادويه، ممكن يزود لك 2-3 إلى 4 أدوية. الدهون عندك قليله عاليه لا لازم تاخذ ادويه وتنزلها، وبرضه طبيب الباطنه لازم يتابعك او طبيب الاسره. جميل. بالامانه برا اغلبها بيكون طبيب الاسره. واذا انت انسان بتدخن معلش زي ما قلنا اذا ما انت بتساعد نفسك كيف تبغى اني اساعدك؟ لازم توقف الدخان. وما هو مشكله انك انت تدله مثلا الله يعز الحكومه في عيادات اقلاع التدخين. صحيح. تتصل على 937 بتجيك في الرساله الصوتيه اذا تبغى اقرب عياده تجيك. فهذا اول حاجه التحكم في العوامل الرئيسيه. رقم 2 الرياضه. الرياضه مره مهمه. الرياضه شفت الكباري الصغيره هذه؟ ايوه. بيقال انه الرياضه دي الرياضه المنتظمه، وحنتكلم عليها رياضه منتظمه، هي بتوسع الكباري الصغيره هذه. عشان كده الانسان سبحان الله يبدا يمشي اكثر واكثر واكثر وما يحس بالم، لانه هي بتلعب على الكباري الصغيره هذه. أيوة. ولما نقول رياضه منتظمه احنا نتكلم على من 45 ل 60 دقيقه يوميا ما عدا او عفوا 6 أيام في الاسبوع، يعني يوم واحد لا ريح نفسك اجازه. عشان كده اقول للمرضى دائما 60 دقيقة أفضل وقت دائما بعد صلاة الفجر أو قبل صلاة المغرب، بحيث تكون الشمس ما هي حارة كثير، وفي نفس الوقت تتعرض لأشعة الشمس تأخذ فيتامين دال، وخذ يوم الجمعة إجازة. هيجيني المريض يقول لي طب أنا ما أمشي إلا مثلا 20-30 متر وأوقف، ما هي مشكلة، وقف الساعة حقتك. أنت عندك 45 دقيقة تمشي فيها اليوم، بعد 5 دقائق وقفت وقف الساعة. ارتحت راح الالم شغل الساعه وابدا امشي. جميل. مع الوقت سبحان الله حتلاقي نفسه المريض يلاقي نفسه كل شويه الخمسه دقائق الاسبوعين ثلاثه تصير 7 10 15، ومع الوقت هيبدا زي ما قلت لك اللي كان يمشي 50 متر تلاقيه يبدا يمشي كيلو من غير ما يجيله الم. جميل. يعطيك العافيه دكتور. عندنا فاصل قصير دكتور ونعود للساده المشاهدين. اعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود اليكم، ابقوا معنا. فخذ النصيحة من طبيب حاذق، وبأمر ربك تكشف الأدواء. فاكهة وفائدة. الرمان. الرمان فاكهة خريفية تتميز بحبيباتها الحمراء ذات الطعم الحلو والحامض. يعتبر الرمان من أكثر الفواكه غناً بالفيتامينات كفيتامين سي وA وبي، وهو غني بالمعادن كالبوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم. يساهم الرمان في تعزيز صحة الفم والأسنان ويقلل من الإصابة بالتهاب اللثة، كما يساهم في خفض الكوليسترول المرتفع، وبالتالي يحمي من الإصابة بانسداد الأوعية وأمراض القلب وتصلب الشرايين. ولأن الرمان غني بمضادات الأكسدة، فهو يساهم في تقوية الجهاز المناعي والوقاية من السرطان، كما أنه غني بالحديد، مما يساعد في التغلب على فقر الدم، إضافة إلى التخفيف من حالات التهاب المفاصل والوقاية من هشاشة العظام. فتبارك الله أحسن الخالقين. فخذ النصيحة من طبيب حاذق، وبأمر ربك تكشف الأدواء. عودة من جديد أعزائنا المشاهدين بعد هذا الفاصل.
حياك الله دكتور حسين. الله يحييك. طيب دكتور حسين، احنا نتكلم قبل الفاصل عن كل ما يتعلق ب او شيء، ايش الفرق بين الشريان والوريد؟ تكلمنا برضو دكتور عن الاسباب نقص التروية الدموية الطرفية وتكلمنا ايضا عن التشخيص، وبدأنا الحديث دكتور في العلاج. وتفضل دكتور انه العلاج التحفظي انه بشكل عام هو مكون من انتظام السكر، يعني المريض ينتظم العوامل السكر. العوامل الرئيسية نتحكم فيها، هذا رقم واحد. رقم اثنين الرياضة. رقم ثلاثة بعض الأدوية. الأدوية طبعا احنا زي ما فاكر تكلمنا قلنا انه التصلبات هذه هي عبارة عن تجمعات للدهون وصفيحات دموية وكالسيوم. أنا ما أقدر أدي المريض حاجة ضد الكالسيوم لأن الكالسيوم مهم للعظام، لكن أقدر أدي له حاجة للدهون وأقدر أدي له حاجة لصفيحات دموية. من أهم الأدوية اللي بنستخدمها لصفيحات دموية اللي هي الأسبرين والبلافكس. أيوة. بالنسبة للدهون طبعا في أنواع كثيرة لأدوية الدهون بالتعاون ما بين جراح الأوعية الدموية مع طبيب الباطنة بندي حاجة للتحكم في الدهون. جميل. طبعا زي ما قلنا والرياضة والتحكم بالعوامل الرئيسية الأربعة اللي احنا قلناها قبل شوية. جميل. طيب تفضل دكتور قبل الفاصل عن أهمية الرياضة وأنه المعدل الطبيعي دكتور لممارسة الرياضة بالنسبة للشخص المصاب بضعف التروية الدموية الطرفية. طبعا هو هذا أهم النصائح ترى. أيوة. لأنه الرياضة مو بس تفيد القدمين، تفيد القدمين، تفيد القلب، تفيد كل جزء في جسمك. صحيح. أنا بصفة عامة طبعا برضو من الحاجات المهمة لازم تنبه المريض بالذات مريض السكري، مو كل الله يكرمك الجزم تنفع فيه جزم نوعية طيبة وطبية، وفي جزم لا ممكن تعور وتجيب له مشاكل، فبرضو أيوة. هذه لازم الواحد يكون حاطها في الحسبان. بالنسبة للرياضة زي ما قلنا أنا اللي أبغى من المريض من 45 إلى 60 دقيقة في اليوم. مو لازم تكون مستمرة. أيوة. لا بالذات لمريض القدم اللي عنده العرج المتقطع. أيوة. المريض اللي ما عنده عرج متقطع لا يقدر يمشيها كلها، ما هي مشكلة. ما بيتعب إلا إذا كان عنده مشاكل مثلا في الركب، مشاكل في القلب. هذا شيء تاني. لكن المريض اللي عنده زي ما قلنا اكتشفنا بالصدفة انه عنده تضيقات في الشرايين، لا ممكن يمشي النص ساعة على 45 دقيقة الساعة هذه من غير ما يوقف. مريض العرج المتقطع لا، هو اللي يبغى له صبر ويبغى له توجيه. واحيانا انا بقول للمرضى كمان لو في امكانية تشترك في نادي افضل، لانه مع وجود مدرب معاك في النادي يبدأ يشجعك ويساعدك انك انت تتقدم بدل ما تكون محبط او تكون لوحدك، يعني ايش يجيك احباط بالذات في اول الايام لما كل شويه تمشي يجيك الوجع. أيوة. جميل دكتور. في يعني في امل المرضى يقول لك دكتور انا ما راح امارس الرياضه لانه اصلا انا يجيني العرج المتقطع او اللي هو الضعف التعب المستمر مع ممارسه الرياضه. فهذا دكتور ايش العلاج؟ هل يمارس الرياضه ولا يتوقف ويمارس رياضات اخرى ما هي معتمدة على الأقدام والأطراف السفلية؟ لا ضروري الأقدام السفلية، ضروري المشي. وللأمانة أنا مو بس أقول مشي، المشي يفضل مشي بهرولة أو مشي بانحدار للأعلى بحيث أنه يكون في ضغط على العضلات. وأطمن المريض أقول له أنا ما باك تكلف على نفسك، أول ما تبدأ يجيك الألم ارتاح وقف الساعة، المرة اللي بعدها أول أسبوع أسبوعين هتلاقي نفسك شوية شوية المدة بتزيد. أيوه اوتوماتيك حتلاقيها تزيد. واحيانا اقول له لا اضغط على نفسك، يعني بعضهم يقول لك مثلا بعد انا بمشي برضه مو راضي، ما هي مشكله. اول اسبوع بعد خمس دقائق مثلا جاك الالم، الاسبوع اللي بعده برضه بعد خمس دقائق جاك الالم، اضغط على نفسك دقيقه وخليها ست دقائق. ايوه حتلاقي نفسك كل شويه والثاني طول المده اكثر، طول المده اكثر لدرجه انه خلاص بطل تشتكي. طبعا بالاضافه لاهم حاجه وقف الدخان، تحكم بالسكر التراكمي، تحكم بالضغط، تحكم بالدهون، الأكل الصحي، هذه كلها مع بعض مجتمعة بأمر الله تجنب المريض نسبة كبيرة. يعني مثلا المريض اللي عنده التعرج المتقطع لو جيت أخذتهم كلهم مين فيهم ممكن نسبتهم يوصل لمرحلة القدم الحرجة؟ ترى ممكن 15-20% منهم. لكن لو سويت الأربع حاجات هذه، تحكم بالسكر، وقفت الدخان، الضغط، الدهون، الرياضة، النسبة تقل من 15-20% ل2% في خلال 10 سنوات. فأنت عالجت نفسك بنفسك، يعني ما احتجتني كثير. طيب دكتور بالنسبة للقدم الحرجة
إيش العلاج دكتور في القدم الحرجة؟ لا القدم الحرجة دحين بدأنا نخش في مرحلة تانية إنه والله لا في احتمال إنه المريض يتجه لا قدر الله للبتر. فهنا لازم يجي الطبيب الجراح الأوعية الدموية لازم يبدأ يتدخل عشان يعيد التروية للقدم. كمية الدم اللي يحتاجها القدم بصفة عامة يحددها الطبيب بالاعتماد على احتياج القدم. يعني لو مر فرضا راس الأصبع الصغير في غرغرينة فاحتياجك أنت تبغى بس دفة بسيطة عشان لما نجي ننظف يلئم الجرح. في المقابل لا لو كان مثلا مشط القدم كله في غرغرينة مثلا معناه أن أنت عندك جرح كبير فأنت تحتاج دم كثير. أرجع أقول مرة ثانية مثلا السيارة وهي واقفة ما تحتاج كثير لما تمشي بالراحة احتياجها يزيد لما تمشي بسرعة ومسافات طويلة تحتاج أكثر. ليش أنا بقولك كلام ده؟ طب حيجي يقول لي المريض طب أنت سوي المريض كل مرضى كلهم عالجهم كلهم حاول تفتح كل شيء. هذه المشكلة إن أحيانا تحاول تفتح كل شيء تقوم تخرب عليك الرجل. فبالأمانة وبتحصل فأحيانا تبقى توصل لدرجة الكمال تلاقي نفسك ضريت القدم. فالواحد يحاول يمسك العصاية من النص يعالج اللي يساعد المريض باللي يحتاجه. ما بيحاول يسوي ما أنا ما أبغى يرجع يلعب ماراثون فهمتني. لا أنا كل يمارس حياة طبيعية يمارس حياته الطبيعية. المشكلة التعبانة اللي في رجله بعدين مثلا في جرح في غرغرينة تنشال يقفل الجرح. لسبب مرة مهم كمان ترى لا تنسى بالذات لما نيجي نتكلم في الشرايين اللي تحت الركبة ترى بعد 6 شهور بعد ما أفتحهم بعد 6 شهور مو بس أنا أي أحد بيفتح الشرايين هذه بعد 6 شهور لو جيت فتحت عملت لهم بس أشعة أشعة صمت هتلاقي تلتهم فضل مفتوح التلت الثاني بدأ يضيق التلت الثاني رجع قفل. وهي تجي أهمية التحكم في الأعراض العوامل في البداية. أيوه وفي نفس الوقت مهم كمان إنك أنت كمان بسرعة تشتغل. يعني مثلا أنا أخلص فلتح الشرايين على طول الدكتور حق القدم السكري دكتور القدم والكاحل بسرعة بسرعة يحاول يشتغل الشيء اللي يبغاله تنظيف يتنظف الشيء اللي يبغاله يتشال يتشال عشان يلئم الجرح. إذا لأم الجرح ورجع الشريان قفل ما هي مشكلة. رجعنا مرة ثانية لمرحلة السيارة وهي واقفة ما في احتياج للدم كثير حتى لو وقف الشريان أو قفل مرة ثانية ما هي مشكلة أنا يهمني يكفر الجرح. جميل. طيب بالنسبة دكتور للعلاج تبع القدم الحرجة دكتور إيش الخيارات العلاجية المتاحة؟ الخيارات خيارين رئيسيين يا إما الجراحة يا إما العلاج بالقسطرة. قد تفاجأ أو يفاجأ ناس كثير إنه الجراحة كنتائج على الأمد البعيد أحسن من القسطرة. فرصة إنه المريض اللي بيجرى له جراحة بالذات التوصيلات اللي هنتكلم عليهم دحين هذا المشي طبعا هذه هي الجراحة بصفة عامة. المنطقة التعبانة هذه دكتور دائرة أكبر بس طيب هذه المنطقة التعبانة احنا بنجيب وصلة وعائية سواء وريد أو وصلة وعائية صناعية ونوصل نعمل كبري نبعي يصير الدم يجي من هنا مسار ثاني يجي مسار ثاني ينزل على تحت. فهذا هو الجراحة. هذه بالجراحة دكتور هذه بالجراحة. مشكلة الجراحة إنها عملية معناها تخدير كامل معناها مضاعفات الجراحة بصفة عامة. أغلب مرضانا كبار في السن عندهم مشاكل صحية كثيرة. نحاول قد ما نقدر ما نوصل لمرحلة الجراحة وقبل ما نستنفذ الخيار الأسهل اللي هو القسطرة. لكن بصفة عامة كأبحاث بتقول لك مريض نقص التروية حتى لو بديت بالقسطرة 20% منهم في المستقبل يا إما في وقت أول مرة أو في المستقبل هيحتاج علاج بالجراحة. لكن بصفة عامة أغلب المرضى 3/4 أو نقول 4/5 ممكن علاجهم بالقسطرة. وزي ما قلنا العلاج بالقسطرة يعني أنا ما أبغى أرجع المريض طبيعي المريض عنده مشكلة في رجله أبغى أحسن الدورة الدموية إلين ما نتخلص من الجرح أو يقفل الجرح أو يكون عنده غرغرينة مثلا نشيل الجزء التعبان ويقفل الجرح وبعدين حتى لو قفل الشريان ما هي مشكلة كبيرة. جميل. دكتور كلمة القسطرة هذه دائما نسمعها في المجتمع نسمعها مثلا في المستشفيات مع أهالينا فإيش هي دكتور إيش معنى كلمة القسطرة في البداية يعني وإيش دورها في علاج ضعف التروية الدموية الطرفية؟ طيب القسطرة هو عبارة أني أنا أخش جوة الشريان
بحاجة زي راس القلم ده تحت بنج موضعي، المريض صاحي في أغلب الحالات. طبعا في بعض المرضى متقدمين في السن وعندهم مشاكل عقلية ما يكون متعاون معنا، لكن أغلب مرضانا لا، صاحي ويقدر أديله بنج موضعي زي البنج حق الأسنان. أقول لدى المريض أسوأ شيء هو وقت ما حط لك البنج، زي طبيب الأسنان أكتر شيء وقت بيزعج المريض مثلا ما يجي يضرب إبرة البنج. بعد كده أخش في جوة الشريان بمدخل شرايين، وبعدين أبدأ أدخل عاد الأسلاك والبالونات والطرق العلاجية اللي حنتكلم عنها دحين. إحنا بصفة عامة في الأطراف أغلب شغلنا بيكون عن طريق البالونات. مثلا هذا الشريان مقفل، زي ما هو باين في السهم هنا، حطيت جوته، دخل جوته بسلك وبعدين حطيت بالونة، شلت البالونة صار ما شاء الله الشريان باين. ولو تلاحظ دكتور عبد الله هنا، شايف الشرايين الطرفية الصغيرة هذه؟ أيوة كلاتر زي. أيوة شايف قديش منتشرة. أول ما انفتح الشريان خلاص اختفت. اختفت ليه؟ لأنه الدم لقى الماسورة الكبيرة أو الممر الرئيسي انفتح، فبطل يمشي جوة الشرايين الصغيرة. وهذا زي ما قلنا هذا هو هدفنا في المرضى اللي يكون عندهم عرج متقطع، إنه إحنا نوسعها ونزود تدفق الدم فيها. فهذا هو بصفة عامة البالونة. طيب دكتور بالنسبة دكتور للقسطرة، نعم، ألمها فقط وقت إبرة البنج فقط، نعم، بعدين يختفي الألم، نعم، حتى ما تخلص القسطرة. طبعا لما نيجي نوسع الشريان عادة نخلي البالونة جوة الشريان من دقيقة لدقيقتين. أيوه. الشرايين في الجدارة في أعصاب طرفية صغيرة، بعض المرضى بيتألموا بالذات لما جاء أنفخ الشريان. وأنا أقول للمرضى دائما بالعكس، هذه تعتبر علامة طيبة، لأني أنا وصلت للحجم اللي أبغاه، وجلت الحجم البالونة اللي أبغاه. لو حجم البالونة صغير والشريان كبير ما هيحس بألم، لكن لما أول ما يبدأ يوصل للحجم الصح يبدأ يحصل تمدد في جدار الشريان، يبدأ المريض يتألم. أقوم أنا ذاك الوقت أخفف الضغط شوية بحيث أنه يكون في ألم بسيط جدا من أبو دقيقة إلى دقيقتين. جميل. طيب دكتور، وبعد ما تخلص القسطرة هل بقي يشعر المرض بأي نوع من الألم ولا خلاص بعد ما تخلص؟ لا خلاص خلاص خلاص، يفضل يا إما نقفلها بشوية أدوات أو يضغط على المحل القسطرة وهو عادة في الفخذ لمدة 15-20 دقيقة، والحمد لله صلى الله وبارك. المرض ممكن يروح في نفس اليوم، يروح ايوه يروح البيت. بس هذا السؤال، يروح البيت بعد القسطرة مباشرة؟ بعد لا، مو بعد القسطرة مباشرة، يعني عادة بعد 4-6 ساعات. انا افضل الامانة اخلي المرضى لليوم الثاني، فهو مثلا يخش يوم الاحد ويوم الاثنين يروح بيته. جميل. في انواع دكتور من القسطرة ولا هي نوع واحد بس بالبالون؟ حنتكلم على البالونات، بس احنا قبل كده ايوه هو في انواع، في البالونات زي ما قلنا وفي الدعامات، وحنتكلم على الاثنين. قبل ما نخش على الموضوع ده، انا ابغى ادي، لأن المريض بيسألوني دائما إيش نسبة نجاح القسطرة. قبل ما نتكلم عن نسبة النجاح، في إحنا عندنا بصفة عامة الشريان الأورطة، هذا هو بيجي عند السرة وبينقسم لاثنين. فلو فرضنا إنه هذا سميناه الشريان الفخذي، لا هذا نسميه الحوضي، هو ترى بالنسبة للترجمة العربية الشريان الحرقفي، لكن أنا بحاول أسهل على المرضى بالمكان. أيوه بالمكان، هذا في الحوض. أيوه. هذا نسميه الشريان الفخذي لأنه بيمشي فوق الفخذ. وبعدين في عندنا الثلاثة شرايين اللي تحت الركبة. أيوه. أغلب مرضى السكري بتمسك الشرايين الصغيرة هذه الطرفية، الطرفية اللي تحت الركبة. فأنا دائما أقول للمرضى لو الشرايين اللي فوق كلها سليمة وجينا للشرايين اللي تحت الركبة هذه، أيوه. طبعا هم ثلاثة، خارجي وداخلي وواحد في النص. لو تلاحظ اللي في النص ما ينزل للقدم، شايف هذا؟ أيوه. فإحنا اللي يهمونا الداخلي والخارجي. هيسأل المريض طب لازم الاثنين يكونوا مفتوحين؟ من رحمة ربنا بالعباد لا، زي الإنسان لما يجي يقول لك أنا أقدر أعيش بكلية واحدة. فالشرايين الخارجي والداخلي في كل قدم لو واحد منهم مفتوح وشغال مظبوط بأمر الله الرجل ما يحصل له شيء حتى لو الثاني مقفل. أيوه. وده لآلية ربنا خلقها فينا. تحت القدم، أيوة، في باطن القدم الخارجي والداخلي يسلموا على بعض. سبحان الله. فلو ده مثلا مقفل الثاني يكون مفتوح يقوم يرجع يديله بالريوس. أيوة. والعكس بالعكس. هذا بفرض أن البزابيز الكبيرة كلها شغالة اللي هي أيوة، الفخذي والحوضي. لكن لو دولة فيهم مشاكل لا، لازم تبدأ باللي فوق وبعدين تنزل تحت. جميل. فنسبة النجاح بصفة عامة أني أفتح الشرايين الكبيرة اللي هي حقة الحوض أو حقة الفخذ فوق 90%، يعني ما بين كل 10 مرضى 9 ربنا يوفقني وأخش حتى لو الشريان مقفل وأخذ جوته بالونة وأفتحها. جميل. وواحد ما أقدر يكون الشريان مصلب عامل زي الجبس. أيوة. تحت الركبة عشان الشرايين صغيرة
لا نسبة النجاح تقل شوية والاستفادة تقل، فتصير 70-80%. جميل. فنسبة النجاح تقل، لكن من ناحية تانية في شرايين تحت الركبة زي ما قلنا أنا يهمني واحد، فأنا هحاول في الاثنين، لكن إذا الله ما وفقني إلا في واحد نعمة وخير. تمام. بالنسبة دكتور المضاعفات اللي تحدث من القسطرة، إيش هي المضاعفات دكتور اللي قد تحدث من القسطرة؟ طيب. بالنسبة للمضاعفات أول حاجة قد ما أقدر أنجح، طبعا ما يتم مضاعفة لكن الله ما كتب لي نجاح، يكون زي ما قلنا الشريان مرة مجبس. أيوه. الشيء الثاني ممكن يحصل نزيف، نادرا جدا يحصل، ممكن يحصل التهاب محل ما خش بالقسطرة ونادرا برضو يحصل. الشيء اللي دائما بيخوف المرضى وأحيانا الخوف ده مبالغ فيه، اللي هي مشاكل الكلى. مشاكل القلب؟ الكلى. الكلى نعم، لأنه أنا بستخدم صبغة فيجيني المريض أحد يقول له ترى الصبغة ممكن تعمل لك فشل كلوي، هي كلمة حق أريد بها باطل، ممكن يحصل لكن نسبة حصوله جدا جدا نادرة، بالذات في الإنسان اللي وظائف الكلى عنده سليمة. ونرجع مرة ثانية أحب أقربها للمريض، موضوع السيارة. الواحد بيركب السيارة بيروح يودي عياله المدارس، بيروح يقضي، بيروح عمله، بيسافر، ففي هذه نسبة استفادة. وفي نسبة خطر، الواحد ماشي في أمان الله يفقع عليه كفر، يصدم في أحد، هو يصدم في أحد ويمكن يتكسر ويمكن يشال برا بعيد ويموت. هل معناه أنه بطل نسوق؟ لا. فنسبة الخطر على الكلى باستخدام صبغة، الصبغة المعتادة اللي هي صبغة اليود، في الإنسان الطبيعي أقل من 2%. فأيوه ممكن يحصل لك مشاكل في الكلى لكن نسبة حصولها 2%. النسبة هذه تزيد باعتماد على حاجتين، على كمية الصبغة وعلى حالة الكلى قبل الصبغة. فإذا الإنسان الطبيعي شوية وظائف الكلى زايدة عنده بسيط، بدل ما تكون 2% تكون 3-4%. وحتى الشيء ده إحنا بنحاول نقلله مع زملائنا في دكاترة الكلى، بندي شوية خلطات موية مع شوية أملاح قبل وبعد القسطرة عشان نخفف أو نقلل فرصة الضرر على الكلى. بيسألوني كثير مرضى، طب في صبغة ما تضر الكلى؟ أيوة، في صبغة الكربون. مشكلة صبغة الكربون ما تضر الكلى، هذا من أحسن مزاياها. مشكلتها ثلاث حاجات. أول شيء مكلفة شوية بالذات في المستشفيات الخاصة. رقم اثنين مؤلمة شوية، لأنه المريض حق اللي بيعديله صبغة اليود بيقول أحس بحرارة في رجلي. مريض الكربون طبعا حرارة لحظية وقت نزور الصبغة. أي. مريض اللي بديله صبغة الكربون لا بيحس بألم بس برضو لحظي، ثانيتين ثلاثة. لكن أهم عيوبها إنها في الشرايين الكبيرة درجة الرؤية فيها مقبولة، لكن في الشرايين الصغيرة لا، درجة الرؤية فيها ضعيفة ضعيفة، وأنا ما أقدر أشتغل وإلا إذا مرة شايف مزبوط. أي. فأنا دائما المرضى اللي عندهم مشاكل في الكلى أوزع عليهم، أقول لهم الجزء اللي فوق بصبغة اليود، الجزء اللي تحت أنقط، عفوا الجزء اللي فوق بصبغة الكربون واللي تحت الركبة بصبغة اليود أنقط شوية. بصفة عامة دكاترة الكلى يقول لي إذا استخدمت أقل من 20 ملي صبغة يود حتى لو كان فيها الكلى مشاكل قبل كده ما يحصل ضرر إن شاء الله. جميل. طيب دكتور احنا بقينا تقريبا حوالي 6 دقائق على نهاية الحلقة. نعم. وفي أسئلة كذا شائعة دكتور احب اطرحها عليك. دكتور بالنسبة يعني هذه الرسالة اللي كفت يعني شرائح المجتمع سواء المصابين بالسكري او غيره. نعم. كيف نحافظ دكتور على صحة القدمين والساقين؟ طيب اهم حاجة دائما المرضى بيجوني، اهم شيء اقول للمريض انزل اقرب متجر رياضة محترم عنده احذية محترمة الله يعزك واشتري جزمة رياضة، هذه اهم نصيحة. بعد كذا كل ما يجي ما يليه تحت النصيحة هذه. إذا عندك سكر رجعنا مرة ثانية، تحكم بالتحكم، السكر التراكمي لازم يكون عندك مزبوط أقل من 7 زي ما قلنا، الضغط العالي يكون أقل من 120، الدهون الضارة تكون عندك في المستوى الطبيعي، وأهم حاجة وأهمهم طبعا التدخين. أنا دائما بقول للمرضى المدخنين ترى مهما سويت سواء جراحة ولا قسطرة إذا استمريت تدخن، أنا أقول للمريض وأنا عند ربي صادق أنا أوعدك اللي سوينا حيخرب، لهذه الدرجة الدخان بيخرب كل شيء إحنا بنسويه. جميل. دكتور هل الشباب أو الشابات ممكن يصابون بضعف تروية دموية طرفية؟ نعم. أو غرغرينة؟ نعم ممكن، في مرض ما يجي إلا سبحان الله لصغار السن. المرض ده من شروطه أن المريض ما يكون عنده سكر، تخيل، ولا يكون عنده ضغط. أيوه. الشرط الوحيد له أن يكون الإنسان مدخن صغير في السن وما عنده أسباب ثانية لصلبات الشرايين. المرض ده اسمه مرض بورجر.
والمرض ده مرة سريع وآثاره على على المريض مرة يعني في مرضى لدرجة إنه الأربع أطراف تتقطع بالذات لو استمر يدخن. ما بيجي في ناحية واحدة لا بيجي في أكثر من ناحية في أكثر من طرف مع بعض. تطور المرض مرة سريع. هل هو وراثي دكتور هذا المرض؟ لا بسبب الدخان. عجيب. بس وهذا دكتور الأعراض متى تبدأ على المريض؟ عفوا الأعراض هذه متى تبدأ على المريض بعد ما يدخن كم سنة؟ بعد 10-15 سنة يعني في عمر الثلاثينات أحيانا عجيب. بتبدأ بعضهم ثلاثينات يوصل الأربعين ومستمر يدخن زي ما قلت لك تبدأ أطرافه تطيح لهذه الدرجة. فهذا أيوه من الحاجات اللي من شروط تشخيصها إنه ما يكون مرض عنده سكر ومن شروط تشخيصها إنه يكون مدخن. عجيب. طيب دكتور بالنسبة دكتور لبعض الناس مثلا من الخلطات الشعبية أو الأشياء كذا الشعبية يحط الأقدام في موية دافية أو موية حارة يحط معها ملح بعض الأحيان يحط معها، فهل الدكتور الخلطات هذه مفيدة لصحة القدمين؟ أرجع وأقول لك شيء ما درسته ما أقدر أفيد فيه. يعني ما في شيء من حسب علمي إنه الموية الدافية أو الباردة بالملح بتحسن الدورة الدموية، حد علمي ما فيش، فما أقدر أفتي في الموضوع ده. دكتور هل الشاهي والقهوة لها علاقة بأمراض الأوعية الدموية الطرفية؟ لا لها علاجة لها علاقة ثانوية أو علاقة زائفة. يعني مثلا أغلب المرضى اللي بيدخنوا متى تحلالهم السجارة؟ مع القهوة مع الشاهي. أيوه. فممكن أنت تقول والله شوف المريض اللي بيشرب شاهي وقهوة كثير عنده أمراض تصلبات الشرايين أكثر، لا هو عشانه بيدخن مع القهوة والشاهي صار في ارتباط يعني صار في ارتباط زائف على ما يقول. أيوه. لكن ما لها لا هي ارتباط. طيب دكتور هل الحمل يسبب مشاكل في الأوعية الدموية الطرفية؟ لا ما له علاقة لا الحمل ولا هرمونات الحمل، للأوردة ممكن لكن الشرايين لا. جميل. طيب دكتور إيش هي يعني بشكل سريع إيش هي أسباب الغرغرينة دكتور وليش تحدث؟ الغرغرينة زي ما قلنا هي موت الأنسجة. أسبابها ثلاث حاجات رئيسية، نقص التروية، ثلاث عوامل، نقص التروية أو تصلبات الشرايين، رقم اثنين الالتهابات والبكتيريا، رقم ثلاثة مشاكل الحسية في مرضى السكري. ممكن الثلاثة يكونوا موجودين، ممكن اثنين من العوامل يكون موجودين، ممكن بس واحد منهم كفاية إنه يسبب غرغرينة. طيب دكتور بصفتك دكتور جراح أوعية دموية طرفية، متى يا دكتور تقرر إنه هذه القدم تعالج بالبتر؟ والله هو قرار صعب، لكن بصفة عامة أنا ما أفضل إني أخذ القرار ده لوحدي. أنا أفضل أخلي باستشارة مع مريض مع طبيب يقدر يقول لي والله الرجل دي فيها أمل لو أنا فتحت فيها الشرايين. طبعا إذا أنا ما قدرت أفتح الشرايين وفيها غرغرينة هقول المريض خلاص ما قدرت. أمر الله زي ما قلنا في نسبة من الناس ما أقدر أيوه. لكن لو فرضنا لا لسه قبل ما أبدأ والقدم شكلها سيء ذاك الوقت يعتمد على الإنسان اللي أنت شغال معه. إذا هو الطبيب قدم مكاحل ومتمكن من شغله وجاهز أنه يتعامل مع الحالات الصعبة توكل على الله. إذا قال لي أنا والله أقدر أنقذ الرجل هذه بس حسن لي الدورة الدموية نتوكل على الله. طبعا دائما برضو المريض ما لازم يكون عارف أنه حتى الـ 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 الخطوات هذه ممكن في أي لحظة نوقف نقول له ما قدرنا نكمل. أيوه. بس لازم نقول له كمان أنه ترى تأخذ فترة يعني قروح ومشاكل القدم السكري تأخذ لها تلئم من 4-6 شهور. فلازم المريض يكون مهيئ نفسيا بالذات اللي عنده مشاكل كثيرة مو أصبع مثلا. أيوة. أكثر من أصبع ولا جرح كبير. جي. ولا غرغرين ممتد الفترة لمسافة لحجم كبير. لازم نقول المريض ترى انتبه يبغى لها وقت. جميل. آخر سؤال دكتور نبغى الإجابة في 30 ثانية. نعم. دكتور بالنسبة دكتور للبتر. نعم. بعض الأشخاص يحاول يهرب من القرار البتر أو بعض الأهالي يحاول يهرب من قرار البتر رغبة أو أملاً إنه الطبيب الآخر بيقول ما في بتر أو ما أو راح يغير قرار البتر. فهذه دكتور شو الرسالة تحب توصلها للمشاهدين؟ إذا المريض إذا وصلت الغرغرينة لمرحلة الرطبة وأجمع أكثر من طبيب إنه ما لها علاج أنا ما أنصحك إنك أنت تتأخر لسبب واحد إنه ممكن عشان تحاول تحافظ على القدم قدمك أنت أو قدم أمك ولا أبوك ممكن تضحي بحياتهم. لأنه التأخر في الموضوع ده ممكن يسبب تسمم في الدم وزي ما قلنا وفاة. فقرار صعب
لكن لازم أحد زي ما أقول دائما في الأمثال آخر العلاج البتر. فالقرار صعب لكن لازم بعض الأحيان لازم تأخذه. جميل. الله يعطيك العافيه دكتور حسين، كانت حلقه رائعه وسعدتنا وشرفتنا اليوم. الله يحييك ويسلمك ويبارك فيك ان شاء الله. الله يكرمك، جزاك الله خير. شكرا لله. اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين، وصلنا واياكم الى ختام حلقتنا لهذه الليله. انتظرونا الاسبوع القادم في تمام الساعه 11 مساء بتوقيت مكه المكرمه. الى ذلكم الحين نسعدكم الله الذي تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إن البلاء طهارة وزكاء، ولكل داء في الحياة دواء، فاسأل طبيبك ما الدواء من علته، والقلب يملأه رضا ورجاء. وجرى لي